إذن لدينا النهاية التالية، نهاية e أس x ناقص e أس 4x على x لما x تسعى إلى الصفر. طبعا كما قلنا أن النهاية تعويض، لنعوض قيمة الصفر، e أس 0 هي 1 و e أس 0 هي أيضا 1، 1 ناقص 1 0 على 0. نحن أمام عدم تعيين من الشكل 0 على 0. إذن نحن أمام عدم تعيين من الشكل 0 على 0. ومن خلال حالات عدم التعيين اللي درسناهن في الجلسات السابقة، عدم التعيين 0 على 0 لم يرد معنا أنه يوجد لدينا حالة تتعلق بدالة أسية، لذلك هذا النوع سوف أفكر في توظيف المبرهنة نهاية e أس x ناقص 1 على x لما x تسعى إلى 0 يساوي 1. يعني عدم التعيين سوف تزيلها تلك المبرهنة، علي توظيف هذه المبرهنة. لنفكر جميعا في الطريقة التي أحصل بها أو أحصل من شكل هذه الدالة على المبرهنة. لذلك الطريقة هي أن نخرج e أس 4x عامل مشترك من البسط. ممكن أني أخرج e أس x، الطريقتين بصيروا. لنخرج e أس 4x عامل مشترك من البسط، يصبح لدينا نهاية لما x تسعى على الصفر، هذا خط الكسر، e أس 4x فتحت قوس، e أس x على e أس 4x هي e أس ناقص 3x، قسمة القوى طرحها، ناقص e أس 4x على e أس 4x هو 1 والمقام هو x. طبعا لدي e أس 4x مضروب ب e أس ناقص 3x ناقص 1 على x. هذا يبين لي أننا حصلنا على المبرهنة e أس مقدار ناقص 1 على مقدار لما المقدار يسعى إلى صفر. ولكن حتى تطبق مع المبرهنة بشكلها اللي أنا بدي إياه، لازم يكون المقام قد الأس، الأس هنا ناقص 3x، بينما المقام هو x. لذلك أضرب المقام بناقص 3، بالمقابل لازم أضرب البسط بناقص 3، يعني بصير معي نهاية e أس 4x ب e أس ناقص 3x ناقص 1 على ناقص 3x ب الناقص 3. انظروا، لدي e أس ناقص 3x ناقص 1 على ناقص 3x، هي e أس مقدار ناقص 1 على مقدار لما المقدار يسعى إلى الصفر، هاي المبرهنة قيمتها 1. هاي المبرهنة هي اللي خلصتنا من عدم التعيين. الآن أعوض e أس 4x، يعني e أس 0، e أس 0 قديش؟ 1. 1 ب المبرهنة قيمتها 1 ب ناقص 3، 1 ب 1 ب ناقص 3، والتي تساوي ناقص 3. إذن لما أحصل على عدم تعيين من الشكل 0 على 0 ولدي دالة أسية، لم ترد معي بحالات عدم التعيين، لذلك علي أن أفكر بهذه المبرهنة. لدينا أمثلة حول المبرهنات التي تناولناها في الجلسة السابقة. على سبيل المثال قال لي حل النهايتين التاليتين، نهاية e أس 4x ناقص 1 على ساين x لما x تسعى إلى صفر. إذن نهاية e أس 4x ناقص 1 على ساين x لما x تسعى إلى صفر. طبعا النهاية تعويض، منعوض مع بعض e أس 4x، يعني e أس 0، e أس 0 قديش؟ أريد الإيجابي، e أس 0 1. أحسنت، 1 ناقص 1 0 على ساين الصفر، ساين الصفر صفر. أجد نفسي أمام عدم تعيين من الشكل صفر على صفر، صح؟ مثال مهم جدا. أجد نفسي بالتعويض على أمام عدم تعيين من الشكل صفر على صفر. طبعا لدي دالة أسية ودالة مثلثاتية موجودات بنفس الدالة. ما العمل؟ العمل باعتبار المقدار يسعى إلى صفر، علي أن أفكر بتوظيف المبرهنة نهاية e أس x ناقص 1 على x لما x تسعى إلى صفر تساوي 1 هي ومبرهنة الجيب ونتائجها. لذلك كيف سوف تتوظف معي المبرهنة؟ أعتقد أنه البسط يا
ينقصه مقام هو X، والمقام ينقصه مقام هو X. لذلك أقول نقسم البسط والمقام على المقدار X الذي لا يساوي صفر. مين اللي أعطاني صلاحي أنه هذا الإكس اللي بدي أقسم عليه لا يساوي صفر؟ طيب أنا شلون حطيت هالشرط هذا؟ لأن إكس تسعى إلى صفر، يعني هنا إكس لن تساوي صفر. هذا الشيء اللي بيخلينا نقسم على إكس. إذن نقسم البسط والمقام على إكس الغير التي لا تساوي صفر، يصبح لدينا نهاية إي أس 4X ناقص 1 على إكس، قسمت البسط على إكس، وصاين 5X على X لما X تسعى إلى صفر. واضح أنه المبرهنة اللي أنا بدي إياها الموجودة في البسط تلوح بالأفق، والمبرهنة اللي أنا بدي إياها في المقام أيضا تلوح بالأفق. ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا في البسط أن نضرب المقام بأربعة لكي يصبح المقام قد ما قد الأس، وأيضا في المقام لازم أضرب الإكس الموجودة في مقام الصاين بخمسة، بالمقابل لازم أضرب البسط بخمسة. يصبح لدي نهاية 4 بي إي أس 4 إكس ناقص 1 على 4 إكس على 5 بي صاين 5 إكس على 5 إكس لما إكس تسعى إلى صفر. الإي أس 4 إكس ناقص 1 على 4 إكس هاي مبرهنة قيمتها 1، وصاين 5 إكس على 5 إكس هاي مبرهنة قيمتها 1. نعوض بعد الحصول على المبرهنات. هلق أنا بقدر عوض المبرهنات هن اللي خلصوني من عدم التعيين، يعني 4 بواحد على 5 بواحد، والتي تساوي 4 على 5. هذا النوع من التمارين سهل، بدنا ندير بالنا عليه. أيضا لدي نهاية لوغاريتم 1 زائد 3 إكس على تاني 2 إكس لما إكس تسعى إلى الصفر. لدي نهاية لوغاريتم 1 زائد 3 إكس على تان 2 إكس على تانجنت يعني 2 إكس لما إكس تسعى إلى صفر. أيضا طلاب النهاية تعويض، لنعوض مع بعض. لوغاريتم 1 زائد 0، لوغاريتم 1 زائد 0 يعني لوغاريتم 1 كم يساوي لوغاريتم 1؟ أريد الإيجابي. لوغاريتم 1 0، أحسنتي. إذا لوغاريتم 1 0 تماما أحسنتم. تانجنت الصفر كم يساوي تانجنت الصفر؟ صفر أستاذ. تانجنت الصفر صفر. تانجنت الصفر صفر تماما. إذا حصلت على عدم تعيين من الشكل صفر على صفر، أرى نفسي أمام عدم تعيين من الشكل صفر على صفر، والدالة لوغاريتمية مع مثلثاتية وإلى غير ذلك. حالات عدم التعيين هنا لا تجدي نفعا. كيف سوف أزيل عدم التعيين؟ علي أن أوظف مبرهنتين. المبرهنة الأولى طلاب النهايات تعتمد على الذكاء في البسط، لازمني أوظف المبرهنة لوغاريتم 1 زائد مقدار على مقدار، لوغاريتم 1 زائد x على x لما x على صفر. وفي المقام هاي نتيجة من نتائج مبرهنة الجيب، لذلك البسط ينقصه مقام x والمقام ينقصه مقام x. لذلك بنفس الطريقة السابقة نقسم البسط والمقام على x التي لا تساوي صفر. إذن أقسم البسط والمقام على x التي لا تساوي صفر، يصبح لدي نهاية لوغاريتم 1 زائد 3 x على x على تاني 2 x على x. لاحظ حتى تطبق مع المبرهنة في البسط لازم يكون عندي المقام قد المقدار 3 x. طبعا لذلك أضرب المقام ب 3، ضربت البسط ب 3، كل شغلي في البسط. بالمقابل التان عندي تاني 2 x على x، هاي الإكس بنضربها باثنين، بالمقابل بضرب البسط باثنين. يصبح لدي ليميتد لما إكس تسعى إلى صفر لي 3 بلوغاريتم الواحد زائد 3 إكس على 3 إكس على 2 بي تان 2 إكس على 2 إكس. في البسط لدي المبرهنة قيمتها 1، وفي المقام لدي المبرهنة قيمتها 1. 3 بواحد على 2 بواحد 3 على 2. لدي المثال الأخير. أقول المثال لتكون لدينا الدالة
fx التي تساوي 1 على x لوغاريتم x. لدي الدالة fx التي تساوي 1 على x بلوغاريتم x. أوجد مجموعة تعريف هذه الدالة، ثم أوجد النهايات على أطراف مجموعة التعريف. إذن لدي الدالة fx التي تساوي 1 على x لوغاريتم x. أوجد مجموعة تعريف هذه الدالة، ثم أوجد النهايات على أطراف مجموعة التعريف. طبعا هذه الدالة متى تكون معرفة؟ هذه الدالة فيه لها شروط، لازم يكون ما داخل اللوغاريتم أكبر تماما من الصفر، وإضافة إلى ذلك لازم المقام ما يساوي الصفر. انظر، أقول هذه الدالة معرفة لها شرطين، الشرط الأول لما x أكبر من الصفر، والشرط الثاني لما x لوغاريتم x لا تساوي الصفر. الشرط x أكبر من الصفر بيسمح لي أني أخذ الأعداد من الصفر المفتوح حتى الزائد ما لا نهاية. الشرط الثاني x لوغاريتم x لا يساوي الصفر، بعدم هاي المعادلة أو بعدم هذا المقدار وبحل معادلته، وبستثني من مجال الدراسي النقاط التي تعدم x لوغاريتم x. إذا لدي الشرط x لوغاريتم x لا يساوي الصفر، هذا يؤدي من حل المعادلة x بلوغاريتم x يساوي الصفر حسب خاصة الجداء الصفري. جداء مقدارين يساوي الصفر، إما x يساوي الصفر حل أول، وطبعا هذا الحل بالأساس برا الدراسي من الشرط أن x أكبر من الصفر، أو لوغاريتم x يساوي الصفر. مين هذا ال x اللي لوغاريتمه صفر؟ هذا يؤدي x يساوي الواحد من خلال هاي الشروط اللي أنا وضعتها على تعريف الدالة، يعني بقاطع الشرطين، بأخذ تقاطع الشرطين، الشرط الأول من الصفر المفتوح حتى الزائد ما لا نهاية، الشرط الثاني بخليني استثني العدد واحد من مجال اللي هو من الصفر المفتوح حتى الزائد ما لا نهاية، وعليه أقول دي اف هي من الصفر المفتوح حتى الزائد ما لا نهاية فرق العدد واحد. ليش؟ لأن الواحد تعدم المقام، لوغاريتم الواحد صفر. إذن مجموع التعريف هذه الدالة دي اف هي من الصفر المفتوح حتى الزائد ما لا نهاية فرق الواحد، وعبر عن مجموعة التعريف باجتماع مجالات، يعني من الصفر المفتوح حتى الواحد المفتوح، اجتماع من الواحد المفتوح حتى الزائد ما لا نهاية. إذن الدي اف من الصفر المفتوح حتى الواحد المفتوح، اجتماع من الواحد المفتوح حتى الزائد ما لا نهاية. الآن لأوجد النهايات على أطراف مجموعة التعريف، من الواضح أنه يوجد لدي أربعة أطراف، أول طرف هو الصفر المفتوح، الطرف الثاني الواحد بقيم أصغر، الطرف الثالث الواحد بقيم أكبر، الطرف الأخير هو الزائد لا نهاية. يعني أنا عندي أربع نهايات رح أجريهن على الدالة F، هيك بتملي علي مجموعة التعريف. نعم، إذا مجموعة التعريف من الصفر المفتوح حتى الواحد مفتوح، اجتماع من الواحد المفتوح حتى الزائد ما لا نهاية، وعليه نهاية FX لما X تسعى إلى الصفر بقيم أكبر. انظروا جميعا، نهاية FX لما X تسعى إلى الصفر بقيم أكبر، والتي تساوي نهاية 1 على x لوغاريتم x لما x تسعى إلى الصفر بقيم أكبر. إذا نهاية fx لما x تسعى إلى الصفر بقيم أكبر هي نهاية 1 على x بلوغاريتم x لما x على الصفر بقيم أكبر. طبعا x لوغاريتم x يعني أنا إذا بدي أعوض هوني صفر، ولوغاريتم الصفر في الناقص لا نهاية، صفر في لا نهاية عدم تعيين. لا، ما بحسب هيك حساباتي، أعلم أنه يوجد لدي مبرهنة، هاي المبرهنة لازم تكون محفوظة بعقلك، لازم تكون جاهز للتطبيق في أي لحظة. نهاية الـ x لوغاريتم الـ x لما x تسعى إلى الصفر بقيم أكبر تساوي الصفر، هاي مبرهنة موجودة عنا أخذناها مبارح. إذا نهاية 1 على x لوغاريتم الـ x لما x على الصفر بقيم أكبر، المقام هو مبرهنة قيمتها صفر، واضح أن هون المقام هو صفر. علي معرفة إشارة الصفر طلابنا، هون الصفر يؤخذ صفر سالب، أعيد، هنا الصفر يؤخذ صفر سالب، يعني نهاية 1 على صفر سالب لما x تسعى إلى الصفر بقيم أكبر، 1 على صفر سالب المال وإشارة إشارته موجب، الموجب على السالب سالب، وعدد على صفر لا نهاية،
أحصل على أن النهاية هي ناقص ما لا نهاية. قيمة النهاية ناقص ما لا نهاية. لنأخذ النهاية عند الواحد. واضح أن هنا عند الواحد مضطر أخذها من اليسار واليمين، أليس كذلك؟ أقول نهاية fx لما x تسعى إلى الواحد بقيم أصغر يعني من اليسار، هي نهاية واحد على x لوغاريتم x لما x تسعى إلى الواحد بقيم أصغر، النهاية تعويض واحد على واحد بلوغاريتم الواحد، يعني واحد على واحد بصفر. من شوي واحدة من زميلاتنا قالت أن لوغاريتم الواحد صفر، وهلأ نحن عم نعوضه، واحد على واحد بصفر، هذا الصفر سالب إلا موجب؟ اللوغاريتم هي دالة متزايدة تماما، لذلك أعامل اللوغاريتم معاملة كثير الحدود من الدرجة الأولى. كلامي دقيق، أنا بحكي على لوغاريتم الإكس حاف، لوغاريتم الإكس شخصيا، لوغاريتم الإكس دالة متزايدة تماما، لذلك أعامل لوغاريتم الإكس معاملة كثير الحدود من الدرجة الأولى. لما إكس تسعى بقيم أصغر إشارة الصفر تخالف إشارة اللوغاريتم، نعم، أو المضروب باللوغاريتم، ولما إكس تسعى بقيم أكبر إشارة توافق. طبعا هون اللوغاريتم هون الإشارة المقدار موجب، لذلك هنا الإشارة تخالف يعني صفر سالب، يعني بصير عندي واحد على واحد بصفر سالب، واحد ضرب الصفر السالب هو صفر سالب، واحد على صفر سالب الموجب على السالب سالب، وعدد على صفر ما لا نهاية. واضح؟ لأن اللوغاريتم دالة متزايدة تماما تعامل معاملة كثير الحدود من الدرجة الأولى، قبل إشارة الصفر تخالف وبعد إشارة الصفر توافق. أيضا لأخذ النهاية عند الواحد بقيم أكبر، نهاية fx لما x تسعى للواحد بقيم أكبر، والتي تساوي نهاية واحد على x لوغاريتم x لما x تسعى للواحد بقيم أكبر، وتساوي واحد على بعوضها لقنا واحد بصفر بقيم أكبر إشارة الصفر توافق إشارة مضروب اللوغاريتم يعني صفر موجب، وتساوي واحد على صفر موجب، الموجب على الموجب موجب، وعدد على صفر، والتي تساوي الزائد ما لا نهاية. بقيت عندي النهاية عند الزائد لا نهاية، نهاية fx لما x تسعى للزائد لا نهاية. نعم، لما لوغاريتم الx ليش كتبناها صفر؟ يعني هون الx تسعى إلى واحد. تماما، النهاية تعويض، خليك معي، النهاية تعويض، بدي أعوض الx هون، عوضنا واحد، عوض لوغاريتم الواحد. من شوي وحدة من زميلاتنا قالت لنا أنه لوغاريتم الواحد قديش؟ قديش لوغاريتم الواحد؟ أريد الإجابة، أنا عند عوضت الx واحد، لوغاريتم الواحد صفر، هذا اللي خلاني أكتب اللوغاريتم هون قيمته صفر. نعم، واضح؟ لدي النهاية عند الزائد لا نهاية، نهاية fx لما x تسعى للزائد لا نهاية هي نهاية واحد على x لوغاريتم x لما x تسعى للزائد لا نهاية، والتي تساوي واحد على، لأعوض، عوضت x زائد لا نهاية، لوغاريتم x عند الزائد لا نهاية هي مبرهنة قيمتها قديش؟ زائد لا نهاية، يعني واحد على زائد لا نهاية بزائد لا نهاية. أريد الإجابة، زائد لا نهاية بزائد لا نهاية، زائد لا نهاية، ممتاز، زائد لا نهاية على زائد لا نهاية، أحسنتم.